مع كل ارتفاع لقيمة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، تصعد أسعار الخضروات والفواكه والقمح وغيرها من الاحتياجات اليومية، ما يجعل أرباب الأسر عاجزين عن توفير أدنى متطلبات الحياة ويفتح باباً جديداً من البؤس والحرمان. احنا الشكاء على الله، باتشكي على الله. ثم ما هذا الوقت احنا في ما قد قاسيناه من يوم خلقنا، الحمد لله ما قد قاسينا هذا الأزمة. احنا ده أزمة كبيرة، خلوها على الله، لكن الشيء اللوم على الحكومة والمسؤولين الكبار. ما احنا مواطنين، تمام، مواطنين نبغى لقمة العيش ما يسواها. وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المزرية، يتهم المواطنون في محافظة مأرب الحكومة بعدم الاكتراث لهذه الانتكاسات التي يشهدها الريال اليمني وعدم التحرك الفاعل لإنقاذ البلد، بينما يتقاضى المسؤولون رواتب كبيرة بالعملات الأجنبية دون شعور بمعاناة المواطن البسيط. نتحمل مسؤوليات الدولة، المجلس الرئاسي، المسؤولين اللي ياكلوا اموال الشعب، والشعب هناك يموت جوع، ما يجيش حتى العمل. الان من يبحث عن عمل ما يحصلش عمل، وانهم هم ياكلون اموال الشعب. نحملهم المسؤوليه الكامله ان يكونوا امام الله، يتحملوا المسؤوليه امام الله ثم امام الشعب هذا. والله اتقوا الله في هذا الشعب وفي العامل، بالزله في العامل، يعني اللي ما اقدر يحصل على شغله بسبب الغلاء، يعني ما أقدروا يقوموا في الشغل وفي المشاريع وفي ذيها بسبب الغلاء وبسبب غلاء الصرف. وأنا لي 4 أيام شاقي ووصلت 7000 ريال، 4 أيام شاقي وصلت 7000 ريال إلى البيضة. يعني ما هذا الذنب؟ ما هذا غلاء الصرف؟ لما يعني هذا يعتبر إيش؟ يعني حجة على الحكومة. ومع عجز الحكومة الشرعية وعدم صرف مرتبات قطاع واسع من موظفي الدولة وتآكل قيمة المرتبات أمام غلاء الأسعار والخدمات، تقترب البلاد من مجاعة محققة، خصوصا مأرب التي تشهد أكبر تجمع للنازحين. صمت حكومي إزاء التدهور الاقتصادي والمعيشي فيما يعيش المواطن أسوأ حالاته، وتغيب آفاق أي حل اقتصادي لهذا الوضع. خليل المليكي، قناة المهرية، مأرب.